يقول: قرأت في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب حديث روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. ما صحة هذا الحديث؟ واشرحوا لنا فضل ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وهي تنزل من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما تتضمنه من البراءة من الحول والقوة ورد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالعجز إلا بتقوية الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وأما لفظ الحديث أو سند الحديث فلا أعلم عنه شيئا، يحتاج إلى مراجعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الصالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي